رحب بحضراتكم مرة أخرى في زراعي مباشر، معايا الحاج أحمد من محافظة الدقهلية. اتفضل يا حاج أحمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذنا؟ الحمد لله يا فندم. والله احنا مبسوطين جدا بقناة مصر الزراعية، يعني اللي بتوصل صوتنا للمسؤولين. والله الحمد لله يا حاج أحمد، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ويعينكم يا رب. ايه المشكلة اللي كانت عندك او لسه؟ انا كان عندي مشكلة ان انا مكلم وكيل الوزارة على الموظفين اللي راحوش الجمعية وما انتظموش بمواعيدهم. ايوه افتكرت. وبصراحة وكيل الوزارة شخصية محترمة وبتابع معايا بنفسه بصراحة، ووصلني مدير الإدارة. وعمل ايه؟ وصلنا مدير الإدارة الزراعية. انت كنت كلمتني وقلت لي كل ما اروح الجمعية بلاقيها مغلقة. تمام. وما فيهاش موظفين، قلت لك انت بتروح كل قد ايه؟ قلت لي دي قريبة من بيتي، ده جنبي هنا اهو، فانا كل ما بروح لهم ما بلاقيش حد، صح؟ فعلا تمام، وعنده بصراحة يعني كل حاجة متوفرة، وفعلا خدت المبيدات اللي انا عايزها رصيتها في الامن. مبيدات؟ وانت انت المبيدات اللي محتاجة بتاعت ايه؟ حشايش ولا ايه؟ لا فيها الجمعية عندنا فيها فريق 2020 وفي تي اس وفي حاجات حلوة كتير والله بصراحة. طيب اما يكون عندهم المنتجات دي المفروض ان هو يبقى منتظم في مواعيد العمل علشان تقدروا انتوا توصلوا، انما لو الحاجه دي موجوده وهو قافل الباب على طول كانها مش موجوده. لا الحمد لله وصلت وجبت المبيدات والحمد لله رشيتها، ووكيل الوزاره بصراحه شخصيه محترمه وصلت للمدير الاداري. تمام، بشكره وبشكر السيد وكيل وزاره الزراعه محافظه الدقهليه، وبشكرك وربنا يوفقك. بشكرك يا استاذ احمد. يعني انت النهارده كتعاون لازم من الاسم تبقى متعاون مع الناس، ودايما بقول المفروض ان الجمعيات التعاونيه يبقى فيها اكتر من خدمه، ما احناش مخازن، ما احناش مجرد مخزن بنشيل فيه شكاره الاسمده علشان لما يجي المزارع نصرفها له، ويا ريت يعني نشوف ايه المتاح النهارده ونستفيد منه، احنا القانون النهارده موفر لنا وفي مرونه ان انت يبقى فيه شراكه ما بينك وما بين القطاع الخاص.